هذا المقناص يتم تحت رعاية سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العالي للقوات المسلحة، وشرفنا بزيارة كريمة إلى أرض المعسكر وإلى بالضبط منطقة المقيال هنا في المغرب، فنتابع مزيد من التفاصيل مع سموه. سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب مبادرة دعوة رفاق الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله فراه للمقناص في المغرب، يعيد الذكريات الجميلة لذاكرة الجميع وترك أثرا طيبا، والجميع اعتبرها أجمل هدية من سموه. سموه يصافح الفريق الطبي الإماراتي. الكل له نصيب في الحديث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الأهازيج الشعبية ابتهاجاً بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمقيال. الورى بقلوب ناله على الأكبر دليل، يلحق حد البسيطة ولا يلحق بداه، كل ما قلناه يشاف في حقه قليل، السوالف في محمد الهدق وطراه، والسلام اختار يا راعي الظل الظليل، دام عزك يا محمد وهذا اللي نباه. والشعر حاضر في المقناص، فالشعر ديوان العرب. الحاكم نهار النواب يشوم معزم على المقناص عجل القصادي، لطيف المخوه سبع ظلمة خفيف النوم، قوي العزايم مقتدر وين مرادي، شعاها من الظهرة تداوي الصبخ وحزوم، ورمل الكبار جبال والسيوح تنقادي، مراكيف من المقناص نصيل لبلادي، مع شيخنا زايد ذرانا عساه يدوم، حميد الخصايل حق لا ذخر وسنادي، رحم الله الشيخ زايد. مرة ما فيك وعاقل ثلاثة يطول على أحباره، زين
احباء الهندوس فارس وهذا يلزم والله يا طويل انا اضحك على ذيك السالفه. الطيور كلهم طارن اظني هو قبض واحد. لا والله ما قبض كلهم طارن وبطي لزم يوم طارت الحبارة جت مخازب طي راكب عندي وراي بن سبت وحياة خميس كله وذا. والآن مع الصورة الجماعية لأجمل ذكرى. الشيخ محمد يستاهل الشكر والتقدير منا ومن شعب الإمارات، لأن الشيخ محمد اهتماماته ورعاية الشيخ محمد ونظراته الوطنية الملموسة في نفوس المواطنين وفي نفوس الشعب عامة، رعايتهم لمواطنينهم و اهتمام الإنساني اللي فيهم، هذه صفات الشيخ زايد يعني. وهذا الرحلة هذه طال عمرك هذه رحلة مثالية ما كان حد يحلم فيها. استئناف المقناص للفترة المسائية. أغلب الصقور المستخدمة في هذا المقناص هي إهداء من سيدي صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي لضيوفه الكرام خويا المؤسس الشيخ زايد رحمه الله. فهذه الطيور من السلالات النادرة ومن إنتاج إحدى المزارع في بريطانيا، حيث أجود خبراء الإكثار في الأسر، ويكون الصقر أكبر حجماً وأسرع وأكثر قطاعة، بمعنى مثايل الطير وافية وفعل طيب. الصحراء المغربية أرض خصبة للمقناص، وهذه المنطقة تطبق فيها قوانين وشروط الصيد المستدام، ويوجد فيها كثير من الطرائد مثل الحبارة والقطة والأرانب، وتعتبر من أكبر الأماكن في شمال أفريقيا لإكثار الحبارة والطرائد بصفة عامة. وصحيح أن هذه الحبارة مكثرة في الأسر من إنتاج مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المغرب مختبرات ميسور، لكن هذه الحبارة توالفت وتكاثرت مع الحبارة البرية وأخذت صفاتها مثل السبق والسرعة والتوحش والمناورة مع الطير. لابد للقافلة من قائد يختار أماكن المقناص ووقت المسراح والمرواح والمقيل كذلك، وتوزيع الهدد على الصقارة، حيث يتولى هذه المهمة معالي حمد بن سهيل الخيالي. خلوه
هذه نفس المنطقة اللي كان يقنصها المؤسس الشيخ زايد رحمه الله مع أخوياه، والكل قنص وياه في هذه المنطقة، فهذه المنطقة مألوفة لهم جميعا ويعرفون كل وديانها وسيوحها ومداخلها ومخارجها، وهي مو بغريبة عليهم. يا هب روحكم شوي بعرفكم بيت غير كلامه. وقت المرواح والضوية للمخيم. وسوالف الليل عن قنص هذا اليوم على شبة الضوء، فأشجار الزيتون والبلوط تستخدم في المغرب للتدفئة. ولابد من النوم مبكر استعداداً لليوم التالي. تباشر الصباح والاستعداد للمسرح. قافلة السيارات تقطع حوالي 100 كيلومتر من منطقة المخيم إلى منطقة القنص، ووقفت القهوة قبل الهدد. الحين حيرنا ناصر عنكم. ناصر حيرناها، قلنا له حبر على اليسار ولفينا به مشان يهدون ارباعاتنا يفرزون. وينك الرب؟ الجم زير يا اخي. وينك الرب؟ اطلع اطير يا محمد، اطير اطلع. انطلاق الهدد الصباحي لهذا اليوم. تعتبر المساحات الواسعة والمسطحة وقلة الأشجار من أفضل أماكن القنص، ويفضلها الصقارة لتضاحي الرؤية وسهولة الطرد. وصراع هذه المرة بين الصقار وطيره، لأن الطير يبغي حباراه ويبدو عليه قاطع. ما أبيض الله ويا طالمك بواردي وأخوياه كلهم الجميع مرعودة وصغير. من هو بواردي؟ ضيافة وترتيب وترتيب وهدد وضيافة والمحل طالمك الطيب. طيور تشوفون؟ أه؟ وين؟ لا 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 طيرة؟ لا لا
هذا المركز بني على نفقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعتبر جامع ومركز تعليمي لتعليم أهالي المنطقة. وتجمهر الطلبة والأطفال لرؤية استعراض الخيل ابتهاجا بقدوم أهل الإمارات وربع زايد الخير رحمه الله. والآن بعد مهارات الصقارة جاء دور مهارات الفروسية، والكل رد لشبابه بعد هالرحلة الطيبة. والآن آخر لمحة للهدد والمقناص قبل المغادرة للمقيال. عندك يا أبو هلال كمين وكمين بعد عشر كمين يمين يمين أبو هلال غمد الحبار. هذا الصوت لنوع من الألعاب النارية، فهو محفز للحبارة على الطيران والمراوغة، لأن بعض الطيور تبغى الحبارة طيار. بأمر من الحكومة المغربية تحولت هذه الصحاري الشاسعة إلى منطقة محمية للحبارة، وتعتبر من أكبر المحميات ليس في المغرب فقط بل في شمال أفريقيا، بإدارة وتطوير مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية، ومنها عدة مختبرات تنتج الحبر في هذه المنطقة مثل مركز إنجل ومركز ميسور لإكثار الحبارة. مرحبا عليا برشونا قالوا بيها سيطر عنك ابو ابني 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 كيف تدون عليا اعطاني حمد حمد وين الامير حمد تعال اليوم هد عطير يا عيال هو اللي هد عطيرك ها خروب الجرنات اكبر زال الطير قبض. آه دال آه آه شوف شوف طبق أقولك وأنا طبق عندي طبق. حط شيل هذا أخي هذا الأول في الصيد اليوم. Thank you.
قصدي فوق ابو ما عليه كفر عليه اقول لك لا ما عليه ما عليه. المقيال هي اجمل فتره في المقناص، سوالف الحدد وفعل الطيور في هذا اليوم، والكل جاي بصيد اليوم. دور بعد دور والجميع تناول الغداء على سفرة واحدة، وتشمل وجبة الغداء صيد الأمس من الطرايد. إذن رحلة المقناص للرعيل الأول رفاق الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد برعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أوشكت على الانتهاء في هذا اليوم بهذا المقيال الأخير. بعد ذلك تتجه القافلة إلى مدينة وجدة، ومنها نتجه بإذن الله إلى أرض الوطن، إلى أبوظبي عاصمة دولة الإمارات وتحديدا مطار العين. هذا الحين يكفينا منهم، هذه هدية منهم، إن أكبر هدية حصلناها. ما نبغي أكبر عن الهدية هاي، ما نبغي عنها شيء، أنه ذكروا جماعة الوالد الله يرحمه وجمعوهم وعبروا عن شعوره ولمسوا. والله أن هذه الأيام اللي أخذناها 8 أيام أنهم كانوا يوم واحد طافن علينا، ما كانوا 8 أيام. قصرنا في شيء من العمل اللي الله سبحانه وتعالى يريد العبادة، فهذا منه الحق علينا، مو بالحق على أحد أبدا، حق علينا. ولكن الله سبحانه وتعالى أخذ بأيدينا وعملنا اللي عملناه والحمد لله. والآتين من الأبناء هم يشوفون هذه الأثر وهذا الطريق اللي متبع قبلهم، ومن واجبهم أنهم يطبقون نفس الشيء. حضرنا أو ما حضرنا، غبنا أو حضرنا، عليهم واجب أنهم يطبقون نفس الشيء في مسيرتهم في الأرض وللعباد وللتاريخ، من الواجب هذا. فالحمد لله والشكر، القادر مليوم واللي ما هو قادر معذور عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أنه يعيش ويعيش إذا كان أنه مدرك وقادر، لا معذور أبدا، مسؤول في حياته وفي مماته.
بنحمد الله ونشكره. إن شاء الله أن عملنا الواجب إن شاء الله.